القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. طيب أيهما الأول، الليل أو النهار؟ ما رأيكم؟ أيهم السابق وأيهم اللاحق؟ من قال النهار عليه أن يأتي بالدليل، ومن قال الليل عليه أن يأتي بالدليل. أيهما خلق الله أولا، الظلمة أو النور؟ الظلمة. نعم. الدليل وجعل الظلمات والنور، فذكر الله الظلمة قبل ذكره النور فدل على تقدمها في الخلق، ولأن الظلمة عدم والظلم وجود والعدم مقدم على الوجود، ولأن الكون كله مظلم إلا ما نور الله، ولذلك قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، قيل في تفسيرها أي منور السماوات والأرض. فالله خلق السماوات وخلق الأرض، السماء خلقت من ماذا؟ من دخان، سوائل السماء وهي دخان، الدخان مظلم. الأرض خلقت من ماذا؟ من الماء، الماء الأصل فيه ظلمة، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، إيش؟ ظلمات بعضها فوق بعض، فأطبقت الظلمة في السماوات وفي الأرض حتى نور الله الكون بنوره جل جلاله. فالله بنوره استنار عرشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بنور وجهك الذي ملأت سبحاته أركان عرشك، واستنار من نور العرش الجنة، فالجنة كلها نور يتلألأ سقفها عرش الرحمن. ونور الله الكون بعد ذلك بهذه الكواكب التي جعل فيها، فالشمس جعلها سراجا منيرا، والقمر جعله سراجا، عفوا، القمر منيرا والشمس ضياء. والفرق بين الضياء والنور ما هو؟ الضوء فيه حرارة، والسراج يكون فيه نار، فما يعطيه السراج ضوء، أما النور فيكون فيه برودة. ولما كان الليل مناسبة للمنام محى الله آية الليل، كانوا شمسين، كان القمر كالشمس، فمحاها الله وأبدلها بالشعاع الذي هو الضوء، أبدل ذلك نورا حتى ترقد وحتى ترتاح في النوم، نوم سباتا انقطاعا من الحياة لمناسبة القمر ونوره لليل، والشمس وضيائها وأشعتها وحرارتها للنهار. لو كان عندنا قمرين، قمر بالليل وقمر بالنهار، ما صحى أحد، الليل والنهار نوم. ولو كان هناك شمسين مشرقتين بالضوء ليل ونهار، ما نام أحد. لكن جعل الله الليل فيه القمر النور المناسب للهدوء والراحة، وجعل النهار فيه الشمس الضياء المناسب للحركة والانبعاث. والقمر إذا تلاها، فيها أربع تفاسير. التفسير الأول: إذا تلاها يعني تبعها، لأن الليل تابع النهار. والتفسير الثاني: إذا تلاها يعني إذا شابهها، تقول تلا الشيء والشيء إذا شابه. ومنه تلاوة القرآن، فتلاوة القرآن هي التشبه بما في القرآن من الصفات. فعندما تقرأ في القرآن مثلا أن الله جل وعلا غفور رحيم، فينبغي عليك أنت أيها القارئ أن تكون غفورا رحيما، تتصف بصفات الجميلة لله جل وعلا التي أذن بها، فهذا من باب التلاوة. ولذلك قال: يتلونه حق تلاوته، أي ليس فقط يقرؤونه، وإنما يقرؤون فيتبعون. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين يؤمنون به، فمن قرأ واتبع فقد تلا، أما من قرأ ولم يتبع فليس بتال للقرآن ولو جوده كله وحسنه. والقمر إذا تلاها، التفسير الآخر أن تلاوة القمر للشمس كالمحاكاة، يعني يحاكيها. وهذه التلاوة تكون على أحوال. الحال الأول: تلاوة في الغروب، يعني عندما تغرب الشمس يغرب القمر بعدها، وهذا يكون في أول الشهر، عندما يظهر الشهر يبدأ صغيرا. والقمر جعل الله جل وعلا فيه منافع كثيرة، فمن منافعه أن الله سبحانه وتعالى ضبط به الزمن، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فأول الشهر وآخر الشهر يعرف بهذا القمر. فما الفرق بين النهار والشمس؟ هل النهار شيء والشمس شيء؟ وهل الليل شيء والقمر شيء؟ نعم، خلق الله الليل والنهار قبل خلقه للشمس والقمر. فالليل موجود
والنهار موجود قبل وجود آيتيهما، قبل وجود الشمس والقمر. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور بعد خلق السماوات والأرض، وجعل الله الليل والنهار آيتين وذكرهما مع اختلاف مع السماء والأرض، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فذكر الله الأربع، السماوات والأرض مكانا، والليل والنهار زمانا، ثم جعل للليل والنهار آيتان يعرفان بهما. فلو لم يجعل الله لنا الشمس آية للنهار والقمر آية لليل لما فرقنا بين الليل والنهار، لكن جعلت هذه آية للنهار وتلك آية أي علامة لليل، فما حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. والنهار إذا جلاها، طبعا النهار هو الذي يجلي الشمس أو الشمس هي التي تجلي النهار، أيهما يجلي الثاني؟ جلى الشيء إذا أظهره. هل الشمس مخفية حتى يجليها النهار، أو النهار مخفي حتى تجليه الشمس؟ فما معنى جلاها؟ قيل في معنى جلاها أضاءها، فالشمس ترسل ذرات، هذه الذرات لا تشتعل وتضيء إلا في مرحلة النهار، فإذا جاء وقت النهار اشتعلت تلك الذرات وأضاءت الكون، وإذا جاء وقت الليل طفت، فأصبح النهار هو الذي يجلي الشمس ويضيئها، وليست الشمس هي التي تجلي النهار وتضيئه، لأن النهار سابق عليها والشمس آيته. طيب، وقيل إذا جلاها يعني أظهرها، لأن النهار يظهر الشمس فتستطيع تراها في النهار ولا تستطيع تراها في الليل، فلو بحث عن الشمس في الليل هل تراها؟ لا تراها، لأن الليل لا يجليها، الليل يغطيها، الليل يغشاها، غشاها إذا غطاها، أما النهار فإنه يجليها حتى يراها الناس جميعا. ولذلك قال الشاعر: تجلت لنا كالشمس بين غمامة بدا حاجبا منها وظنت بحاجبي، يعني هذا يذكر محبوبته أنها تجلت، يعني ذكر وجهها أو جزء من وجهها تحت عباءتها السوداء، من شدة بياضها صار ما خرج من جسدها أو من طرف وجهها مثل الشمس إذا بدأ منها شيء في الغمام، ولذلك التجلي هو الإظهار. والليل إذا يغشاها، ما هو الليل؟ الليل زمان. إذا يغشاها، إذا يغشى الشمس، طيب ما الذي يغشى الشمس؟ هذا الليل هو الذي يغشاها أو الأرض هي التي تغشى الشمس فيحدث الليل؟ الأرض، الأرض كروية، وهذه الآيات دالة على كروية الأرض، لأن الشمس إذا كانت طلعت على الأرض فإن النهار هو ما واجه الشمس من الكرة الأرضية، والليل هو الطرف الآخر، فإذا كانت الشمس واجه هذا الطرف فهذا الطرف نهار، هذه المنطقة نهار، فإذا سرت الشمس فإن النهار يأتي للكرة الأرضية والأرض تتحرك والشمس تتحرك، وكل ذلك بميزان ومقدار، فالشمس فالليل والنهار يتعاقبان على الكرة الأرضية، والشمس آية النهار معه حيثما حلت، والقمر آية الليل على أحواله ومنازله، وكل منزلة كل ليلة في منزلة، ولو كان القمر في منزلة واحدة لما عرفنا التاريخ، لكن قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وهناك فائدة عجيبة في مسألة الشمس والقمر ذكرها الله في سورة الرحمن، قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر إيش؟ ما معنى بحسبان؟ يعني يحسب بهما الزمن، فالشمس ثابتة وحسابها ثابت لا يتغير، والقمر متغير وحسابه متغير، عرفتم؟ فالشمس 360 يوم لا تزيد ولا تنقص، لكن القمر لا يزيد وينقص، لأن الشهر مرة يجيك 29 ومرة يجيك شهر 30، فإذا يعني غم عليكم فأكملوا العدة 30، لكن إذا جاكم 29 انتهى. ودل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر دم آلى من نسائه، لم يظهر آلى
حلف ألا يقرب نساءه شهرا عندما غضب منهن فاعتكف في المسجد. وكانت عائشة رضي الله عنها تعد الأيام عد 1 2 3 4 كل يوم مرت عدة حتى جاء يوم 29 إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل عليها قالت يا رسول الله باقي يوم أنا نعد. قالها الشهر هاهن وهاهن وهاه يعني 29 عند العرب. احنا قال قوم أميون لا نعد لا نكتب ولا نقرأ لكن الشهر عندنا هاه يعني 10 وهاه 10 ثانية وهاه 9 يعني هذا. والقمر يشبه العرب والشمس تشبه العجم. فالعجم عندهم ثبات والعرب عندهم تغير، فأكثر المتغير على وجه الأرض هو العربي. ولذلك تغيراتهم هذه استفدنا منها أنهم تركوا الشرك وجاءوا للإسلام، ولكن قد تضر إذا تركوا الإسلام أيضا ارتد منهم كثير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله الثبات. لكن العجم عندهم ثبات، إذا أسلم أسلم، نسأل الله أن يثبتنا. ولذلك قال تعالى وإن تتولوا، والمقصود العرب، يستبدل قوما غيركم وهم لا يكونوا مثلكم، أنتم متغيرين وهم ثابتين. طيب، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. تعرف معنى يغشى؟ يغطي. ولذلك قال يغشيكم النعاس يغطيكم، ومنه غشيتهم الرحمة غطتهم. وانظر كلمة يغشاها والحكم العظيمة التي فيها. الليل مثل اللحاف، كأن الله نومه الأرض المجموعة هذه اللي عليها الليل ولبسهم الليل قال خلاص ارقدوا غاشيهم. فإذا انتهى النوم مرتاحت أجسادهم رفع عنهم هذا الغطاء وجاب لهم النهار. مثل أنت في بيتك إذا تبغى تنام تولع النور كله الله طفيه، كذلك الله يطفي لك نور هذا الكون في وقت الليل، يطفي لك الضوء حتى ترقد وترتاح، وإذا جاء النهار ولع لك الشمس ولع الضوء هذا القوي. نعم. والليل إذا يغشاها، نعم، والسماء وما بناها. طيب كم قسم وصل معنا؟ تعدوا معي ولا لا؟ الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، هذه 5. رقم 6 الآن والسماء. ما هي السماء؟ السماء لغة مشتقة من السمو وهو الارتفاع، ومنه سمي كل سام ومرتفع سماء. وهذا السمو يكون حسا ويكون معنا. يكون حسا كارتفاع الكواكب السحب، السحاب يسمى سماء لارتفاعه كما قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. ومنه المعنى كارتفاع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الأنبياء كما قال الشاعر كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما جاورتها سماء. والسماء هنا المقصود بها السماء المبنية، والسماء المبنية هي السماوات السبع. وقد ذكر الله بناء السماء وبينه وفصله، فقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، فهذا البناء شديد. ووصف شدته فقال والسماء ذات الحبك. والإحباك هو الإتمام في الصنعة، يعني محبك لو نظرت لما وجدت فطورا ولا كسورا ولا شيء يحتاج إلى تغيير. فانظر إلى بيتك مثلا عندما تبني بيت، هل يكون محكم ما يحتاج إلى تغيير ولا تعديل ولا صبغة؟ بعد فترة تلاقيك تضرب بوية وتزود وتنقص، لكن السماء خلقها الله من ملايين السنين وما زالت كما هي لم تتغير. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسيا وهو حسير. والسماء وما بناها، بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا وصف السماء في بنائها، فذكر أن سمكها مسيرة 500 عام، هذا السمك، وأن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. وبين لنا ربنا أن السماء فيها أبواب، قال وفتحت السماء فكانت أبوابا. وبين لنا ربنا جل وعلا أن السماء لها حراس، كل باب عليه حراس، ملئت حرسا شديدا وشهبا. وبين لنا أن هذه السماء فيها رزقنا وفيها ما وعدنا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب أي رزق في السماء؟ هل رأيتم
خيشة رز سقطت من السماء أو ذهب سقط من السماء، كيف يكون في السماء رزقكم؟ قيل في السماء تدبير رزقكم، لأن الأمر الذي ترزقون به هو أمر الله، وأمر الله وين؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقيل المطر الذي ينزل على الأرض وبسببه يخرج رزقكم، وقيل بل فعلا في السماء رزقكم، لأن الرزق الحقيقي هو الذي أعد في السماء الجنة. وأما هذا فتسميته رزق قد تكون من باب المجاز، لأنه لا يمكث حتى يزول. فكم أكلت من طعام لذيذ ماذا بقي معك من لذته، وكم لبست من ثياب جميلة ماذا بقي معك، وكم تمتعت ماذا بقي معك من أثر المتعة، فكل ذلك زائل فكأنه لم يكن. ولذلك عندما تأتي الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الدنيا ذي كلها الملايين السنين، يقول ما لبثوا غير ساعة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين. إذن حتى لو رزقتم كل أعماركم رزق الحسن فكأنكم ما وجدتم شيئا. والسماء وما بناها، اختلف المفسرون في قوله تعالى وما بناها ما المقصود به، الميم هنا ما، هل هي بمعنى الموصول والذي بناها ويكون القسم بالله جل وعلا، أو والسماء وما بناها تكون ما مصدرية ومعنى ذلك والسماء وبناؤها، وعلى هذا يكون بناء السماء في حد ذاته فعل يقسم الله به، فكأنه أقسم بالمفعول وهو السماء وبذات الفعل نفسه. وفي هذا توجيه لطيف جدا لأهمية العمل، فإذا كان الله جل وعلا يقسم ببناء السماء لأن فيها نفع، فكل بناء يقع فيه نفع للناس يحبه الله، فمن بنى مسجدا مثل هذا المسجد فهذا فعل يحبه الله لأن الله أقسم بالبناء، ومن بنى مدرسة، ومن بنى وقف سكن للناس، ومن بنى مزرعة، ومن بنى شيء ينفع الناس فذلك الفعل يحبه الله. وعلى هذا لا يكون من الزهد ترك البناء، وما ذكره بعض المتصوفة والزهاد في التحذير من البناء وهذا كلام مردود عليه، لأن الله نفسه بنى السماء ووصف نفسه بصفة البناء، قال بنيناها بأيد، وقال وما بناها، ولا يصف الله نفسه إلا بفعل يحبه. نعم، لكنه بناء نفع، من بنى لله مسجدا ولو قدر بيضة قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، فانظر كيف جعل الله الأجر مقابل الأجر، بنى ابن بيت لله يبني الله لك بيت، وهكذا. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ذكر الله جل وعلا في الآيات الأول الأربعة الزمان، وذكر لنا المكان بعد ذلك، بعد ما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر هذه متعلقة بالزمان، انتقل من الزمان للمكان. تقديم ذكر الزمان على ذكر المكان فيه بيان أهمية الزمان على المكان، فهمت ولا لا؟ لأن القاعدة القرآنية تقول كل ما تقدم ذكره في القرآن فهو أفضل مما أخر ذكره في الغالب. مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيش؟ يؤمنون بالغيب، رقم واحد، ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، اثنين، ومما رزقناهم ينفقون، ثلاث. إذن الإيمان بالغيب أفضل من الصلاة، والصلاة أفضل من الزكاة، هذا الترتيب. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، إذن جبريل مقدم على ميكائيل في الذكر، هو أفضل. كل آمن بالله وملائكته، قيل أن هذه الآية دليل على فضل الملائكة على الناس لأنهم قدموا في الذكر، إلى غير ذلك. إذن تقديم القسم بالزمان وآيته على المكان فيه دليل على أن الزمان أفضل من المكان. فبعض الناس مثلا يحرص على المكان، يقول والله بعيش في مكة أو في المدينة، ويضيع وقته هناك، مر يوم يومين ما سوى شيء، فهذا الزمن الذي ضيعته خير من المكان الذي أنت فيه، لأن الزمان كله محبوب عند الله، والقسم بالزمان في القرآن أكثر من القسم بالمكان.
والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والفجر وليال عشر إلى غير ذلك. فالقسم بالزمان كثير، وهذا يدل على أهمية إيش؟ الزمان. والقسم بالمكان جاء في الدرجة الثانية، ومن جمع بين المكان الفاضل والزمان الفاضل فهذا قد أكمل الله له الحسنيين. قال تعالى: والأرض وما طحاها. الأرض مكان، ذكرت بعد السماء، فأيهما أفضل، الأرض أو السماء؟ السماء ذكرت أولا، والسماء أقرب إلى العرش وأقرب إلى الله، والسماء محفوظة، والسماء لا يعصى الله فيها، وفي السماء رزقكم. والسماء الله عز وجل أضافها لنفسه: أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. أما الأرض فأهبط الله إليها العصاة، اهبطوا منها من الجنة ومن السماء ومن العلو جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم العصاة، في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فكانت الأرض مكان المعصية، والسماء لا معصية فيها، ما أحد يعصي في السماء، إنما يعصى على الأرض. طيب هذه الأرض التي هي مكان المعصية هي مكان الاختبار ومكان الابتلاء ومكان الكد ومكان الكبد ومكان، ولذلك قال: إنا جعلنا ما على الأرض إيش؟ زينة لها لنبلوهم بلاء أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والأرض وما طحاها، ما طحاها، ما معنى طحاها؟ طبعا نقول فيها كما قلنا في السماء وما بناها من حيث لفظة ما، أنها قد تكون بمعنى قسم يعني آخر، وما ويكون المراد بها الله ومن بناها ومن طحاها